تزخر أقا بعدد من المنشآت العمرانية تبين مستوى الإنسان الأقوي وتنم عن ذوقه وتعاقب الحضارات عليه. بدوار إرحلن الذي يعد من أقدم دواوير البلد، مسجد يروى أن تاريخه يعود إلى عهد الدولة الموحدية. إن صومعة هذا المسجد تشبه في هندستها صومعة جامع الكتبية المتواجد بمدينة مراكش، شكل معماري يوضح تأثره بالفن الأندلسي المتميز بالزخرفة ذات الطابع الإسلامي. غير بعيد عن إرحلن وبقرية القصبة التي تعتبر من أوائل وأكبر التجمعات السكانية بالمنطقة، معلمة تاريخية أخرى تتمثل في صومعة على نمط صومعة حسان في بنائها وشكلها الهندسي. منارة تحمل نفس نقوش وزخارف صومعة حسان، مما يدفع إلى الاعتقاد أنها موحدية. إن أي أبحاث أركيولوجية للحصول على دلائل مادية يعيد بناء الصومعة إلى فترة من الفترات لم تقم بالمنطقة، إلا أن شكلها يوشي أنها بنيت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي، أو على الأقل تشبه منارات النصف الثاني من القرن الثاني عشر الموحدية كحسان الرباطية والخيرالدة الأندلسية والكتبية المراكشية. بني مسجد أكادير مغار وكذا مئذنته من الطين والحجارة، وليس بالمئذنة درج للصعود بل بها رواق ملتو صاعد يؤدي إلى الأعلى. الموقع الحالي اللي هو أكادير مغار كيتعتبر من المواقع التاريخية المهمة اللي كتزخر بها منطقة أقا، من خلال الهندسة المعمارية التي تمتاز بها هذه الصومعة، ومن خلال كذلك موقع المسجد وهندسته يتبين لنا أن هناك تشابه كبير بين هذا الموقع وموقع صومعة حسان. وحسب الجرد الذي قمنا به بشراكة مع وزارة الثقافة، فتبين بالملموس بأن تاريخ تأسيس ديال هذه الصومعة يعود إلى عصر الدولة الموحدية بالذات، إنما التاريخ بالتدقيق غير مضبوط. لم يبق من مسجد حصن الشيخ إلا حيطان متآكلة منهارة وصومعة أسقط الزمان نصفها العلوي، فبقي النصف الآخر يتداعى شيئا فشيئا لينبطح وينمحي وتضمحل بالمنطقة بصمات الحضارات القديمة. إن كل إشارات الزمن الماضي وراها التراب وأخفتها الأنقاض، فشقوف الفخار وكل مخلفات الأمس المطمورة التي يمكن بها تأريخ الأشياء لم تجد من ينتشلها من بين الحطام لتعطي العنوان للمكان ولتربط الأحداث بالتاريخ والزمان، بل صارت تقام فوقها البنايات لتمضي في سكون وإلى الأبد يطويها النسيان والكتمان.